قاع. خلينا كمان نتعرف على الحالة المرورية في صباح هذا اليوم، وهنذهب معكم لمينا مكرم علشان نطمئن أيضا على شوارع القاهرة الكبرى. صباح الخير يا مينا، وأهلا بيك. شكلك كده في منطقة وسط البلد على كوبري أكتوبر لو أنا مش بخطئ. صباح الخير يا حسام، برحب بيك وبرحب بكل مشاهدي صباح الخير يا مصر. زي ما انت فعلا قلت، احنا لسه نازلين حالا من كوبري اكتوبر وموجودين حاليا في منطقه الاسعاف بامتداد شارع رمسيس. الى حد كبير الحقيقه في سيوله مروريه في المنطقه اللي احنا متواجدين فيها. خليني استعرض ده معاك بشكل مباشر من خلال الكاميرا اللي هتبدا تظهر لينا دلوقتي الحاله المروريه. يمكن كوبري اكتوبر الى حد ما في سيوله ملحوظه، ما عدا في المنطقه الفوق منطقه الجلاء او شارع الجلاء اللي كالعادة إلى حد كبير بتشهد كثافة عالية، لكن بعدها بيكون في سيولة ملحوظة. والمنطقة اللي احنا متواجدين فيها عند دار القضاء العالي دلوقتي إلى حد كبير في سيولة كمان، مع وجود بعض الكثافات المتوسطة والقليلة إلى حد ما في شارع الإسعاف والمنطقة المتقاطعة معاها. وطبعا على يمنا الشارع مقفول بسبب أعمال المترو اللي مستمرة من فترة طويلة ولغاية النهاردة. وزي ما حضراتكم ملاحظين من امتداد شارع رمسيس الى حد كبير لغايه دلوقتي في سيوله ملحوظه، مع امتداد الشارع لغايه منطقه محطه القطارات. هنكون بنتابع معاك يا حسام ومع مشاهدينا خلال الساعات المقبله تفاصيل مختلفه لجولاتنا المروريه خلال الساعات المقبله في صباح الخير يا مصر. عوده ليك يا حسام مره ثانيه. بشكرك شكرا جزيلا يا مينا، وبالتاكيد هنتابع معاك على مدار الحلقه. شكرا جزيلا مره ثانيه.